فلاحيا وبولاية شلف دق النحالون ناقوس الخطر بعد نزول منتوجهم إلى أدنى مستوياته منذ ما يقارب 27 سنة. النحالون أرجعوا أسباب ذلك إلى العوامل المناخية وكذلك البشرية رغم محاولاتهم الجادة من أجل إنجاح موسم الجني. التقرير للزميل أحمد لوحاشية. متوسط إنتاج خلية النحل هذه السنة لم يتجاوز 1500 غرام كأقصى حد بعدما كان يتجاوز الأربعة كيلوغرامات السنوات الفارطة. تسجيل هذا العجز الفادح لم يهضمه مختلف النحالين خاصة أمام غلاء المواد المستعملة في تربية النحل. جاء العام يعني نقص بزاف، يعني تقريبا عندنا 27 سنة في الميدان مازال ما شفتش عام كما هذا. بل كنا طامعين في الأيامات العوام اللي فاتوا كنا نديروا يعني وصلنا حتى 4-5 كيلو في الخلية. العام هذا ما وصلناش مابا 500 غرام في الخلية، يعني كي نقولوا 500 غرام في الخلية هنا المربي مش راح يقطع كاع. إجراءات وتدابير احتياطية كللت كلها بالفشل باعتبار الاسباب مناخيه لا يمكن تجاوزها. حولنا النحل تاعنا وين ديناه، يعني البوزغايا والبني راشد اسمو على اساس باش نديروا يعني دوزيام ريكولت. يا مخفاش عليكم حنا عندنا سنفاريه بزاف هنايا، هذيك لا بيريود يعني الوقت هذيك مواد مارس حتى مواد جوان تقريبا شهرين ما طاحتش فيها كاع الشتاء. لويزا بالقاسمي هي الاخرى احدى مربيات النحل، ورغم درايتها الواسعه في هذا المجال الا انها تكبدت خسائر جماء، ولكنها ترى اضافه الى الاسباب الطبيعيه هناك أسباب بشرية يجب محاربتها. العامل البشري نذكر منه استعمال المفرط العشوائي للمبيدات الفلاحية هذه، مثلا كسبيل المثال عندنا العسل تاع الحمضيات، أنا عندنا من 2016 ما شفناش يعني إنتاج وفير كما هذاك العام. الفلاح اللي عنده الحقول تاع الحمضيات راه يستعمل المبيدات يعني عشوائيا من سي راسه، ما عندوش رخصة يعني من عند البياطيرة أو هذا. ويتوقع أغلب النحالين أن تسجيل مثل هذا العجز في منتوج الخلية قد ينعكس سلبا على أسعار مادة العسل في السوق المحلي.